السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي مستمعين في بودكاست أثر، معكم آية العباسي. في هذا المساء لقاؤنا عند الصفحة 317 لنقرأ عن عمير بن وهب: إنه شيطان الجاهلية وحواري الإسلام. في يوم بدر كان واحدا من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليجهزوا وعد الإسلام، وكان حديد البصر محكم التقدير، ومن ثم فقد ندبه قومه ليستطلع لهم عدد المسلمين الذين خرجوا ولينظر إن كان لهم من ورائهم كمين أو مدد. وانطلق عمير بن وهب وصال بفرسه حول معسكر المسلمين، ثم رجع يقود لقومه: إنهم 300 رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون. وكان حدسه صحيحا، وسألوه: هل وراءهم أمداد لهم؟ فأجابهم قائلا: لم أجد وراءهم شيئا، ولكن يا معشر قريش، رأيت المطايا تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، ووالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير العيش بعد ذلك، فانظروا رأيكم. وتأثر بقوله ورأيه نفر من زعماء قريش، وكادوا يجمعون رجالهم ويعودون إلى مكة بغير قتال، لولا أن أبو جهل هو الذي أفسد عليهم رأيهم، وأضرم في النفوس نار الحقد ونار الحرب التي كان هو أول قتلاها. كان أهل مكة يلقبونه بشيطان قريش، ولقد أبلى شيطان قريش يوم بدر بلاء لم يغنه ولم يغني قومه شيئا، فعادت قوات قريش إلى مكة مهزومة مدحورة، وخلف عمير بن وهب ابنه بين أيدي المسلمين أسيرا. وذات يوم ضمه مجلس بابن عمه صفوان بن أمية، وكان صفوان يمضغ أحقاده في مرارة قاتلة، فإن أباه أمية بن خلف قد لقي مصرعه في بدر. جلس صفوان وعمير يشتران الأحقاد، ولندع عروة بن الزبير ينقل إلينا حديثهما الطويل. قال صفوان وهو يذكر قتل بدر: والله ما في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت، ووالله لولا دين علي لا أملك قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي عنده علة أعتل بها، أقول قدمت من أجل ابني هذا الأسير. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك ما عيالي، أواسيهم ما بقوا. فقال له عمير: إذن فاكتم شأني وشأنك. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسمى، ثم انطلق حتى قدم المدينة. وبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به، إذ نظر عمر فرأى عمير بن وهب قد أناخ راحلته على باب المسجد. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوحشا سيفه. فقال له الرسول: أدخله علي. ودخل به عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فلما رآه الرسول قال: دعه يا عمر، ادن يا عمير. فدنا عمير وقال: أنعم صباحا، وهي تحية الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. فقال عمير: أما والله يا محمد، إن كنت بها لحديث عهد. قال الرسول: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. قال النبي: فما بال السيف في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال الرسول: أصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرت ما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. وعندئذ صح عمير: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام.
فقال الرسول لأصحابه: فقهوا أخاكم في الدين، واقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة. هكذا أسلم عمير بن وهب، وغشيه من نور الرسول والإسلام ما غشيه، فإذا هو في لحظة ينقلب من شيطان قريش إلى حواري الإسلام. أي سماحة وأي صفاء وأي ثقة بالنفس يحملها هذا الدين العظيم! أهكذا في لحظة يمحو الإسلام كل خطاياه السالفة، وينسى المسلمون كل جرائره وعداواته السابقة، ويفتحون له قلوبهم ويأخذونه بالأحضان. أهكذا والسيف الذي جاء معقودا على شر طوية وشر جريمة لا يزال يلمع أمام أبصارهم، ينسى ذلك كله، ولا يذكر الآن إلا أن عميرا بإسلامه قد أصبح وفي لحظة واحدة واحدا من المسلمين ومن أصحاب الرسول، له ما لهم وعليه ما عليهم. رحم الله هذا الصحابي الجليل وجمعنا وإياكم به في مستقر رحمته، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل متقبلا، وأن يخرجنا وإياكم من شهر رمضان ونحن عتقاءه من النار. نلقاكم في الغد، وربي إني لا أعلم ماذا يخبئ لي الغد، لكني خبأت له حسن الظن فيك. حتى ذلك الحين حافظوا على ابتساماتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.